بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيب الرسالة، وأدى المهمة وكشف عنها الغمة وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك بارك سيدنا محمد في الأولين وفي الأخيرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. حياتكم طيبة بإذن الله. سأتكلم اليوم عن أذكار الصباح والأهمية في أذكار الصباح. طبعا حضراتكم تعرفون الخطر العظيمة التي يعني يلقاها الإنسان أو المسلم وهو خارج من بيته إلى عمله. الشوارع أصبحت في منتهى الخطورة، يعني الشوارع تمتلئ بالمطبات سواء الصناعية أو الطبيعية، الحفر والنقر، البالوعات المفتوحة وغرف التفتيش المفتوحة، يعني غرف البالوعات بتسرق أغطية اللوعات، بعض البلعات بكثير من البلعات مفتوحة، كثير من الحوادث للأسف الأطفال بيقعوا فيها، المطبات والصناعية والمطبات الطبيعية والطرق غير المستوية، الشوارع تمتلئ بالسفهاء والجهال، ناهيك عن شياطين الإنس والجن والسيارات التي تسير بسرعة جنونية. حتى الإنسان لما بيجي يعبر الطريق في شوارع رئيسية بتكون خطورة. كل هذه المخاطر بيواجهها الإنسان المسلم وهو ذاهب إلى عمله. فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذكار التي تحفظها بحفظ الله سبحانه وتعالى من كل هذه المخاطر. لذلك هذه الأذكار أو أذكار الصباح مهمة جدا جدا، هي التي تحفظك بحفظ الله سبحانه وتعالى من كل المخاطر التي تواجهها وأنت خارج من منزلك إلى عملك. روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه جيء بصيد أو جيء بحيوان يعني مذبوح يأكله، لحم مشوي، فقال رضي الله عنه: ما صيد هذا الصيد إلا بغفلته عن ذكر الله، ما صيد هذا الصيد إلا بغفلته عن ذكر الله، سمعته من نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. أي حيوان بيصطاده وحش أو مفترس يكون بغفلته عن ذكر الله ولو نصف ساعة أو ساعة. لذلك قال العلماء أن الحيوانات في الغابة كالغزال أو إذا غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ساعة سلط الله عليه وحشا يأكله. يعني انظروا إلى خطورة ترك ذكر الله سبحانه وتعالى ولو لفترة بسيطة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما سار مسلم في طريق لا لم يذكر في طريق ساعة أو يجلس في مجلس ساعة لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه أو يصلي فيها على نبيه إلا وكان عليه يوم حسرة وترى يوم القيامة حتى إن كان من أهل الجنة. ما سار مسلم في طريق أو جلس في مجلس لم يصلي فيه، لم يذكر الله فيه، ولم يصلي فيه على نبيه إلا وكان عليه يوم القيامة حسرة وترى ولو كان من أهل الجنة. الحسرة والندامة، والترى أي أن الله سبحانه وتعالى عليه أي عقاب ينتقم منه، إن شاء غفر الله وإن شاء الله ساعة. يبقى الإنسان إذا سار في طريق أو جلس مجلس لم يذكر الله سبحانه وتعالى كان على خطر. انظروا، يبقى الإنسان لا يمر المفروض أن لا ساعة من يومه لا يذكر الله، يذكر الله سبحانه وتعالى فيه. فللأسف عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرم كثيرا من الألعاب لأنها فيها لهو وتلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الألعاب والأغاني لأنها لهو تجعل القلب غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الأذكار إذا قلنا لحضرتك أنا انتقيت أهم الأذكار، يا ريت نتعلمها مع بعض ونحاول نحفظها. دي اللي بتحفظك من كل سوء وأنت خارج من بيتك. أول حاجة أن تقرأ في صباحك المعوذتين، يقول ثلاث المعوذتين. الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث البخاري سحره لبيد بن الأعصم رضي الله عنه وتعالى، فظل 6 أشهر مريضا يهيأ له أشياء غير صحيحة، شعره كان عليه الصلاة والسلام بيقع حتى نزلت المعوذتين وحلت العقد. ولما نزلت المعوذتين ونزل الله سبحانه وتعالى ملكين جبريل وملك آخر
صلى الله عليه وسلم نزلت معه، فرقوه رقوه وقرأوا عليه المعوذتين، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، فأتي كان لبيد بن الأعصم عليه رحمه الله سرق المشاطة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان فيها بعض شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، ودفنها في بئر، في بئر عميقة، وعمل عليها أعمال سحرية سفلية ليؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سحر قبل نزول المعوذتين، عندما نزلت المعوذتين أغلق هذا الباب، فأتي بهذه المشاطة وقرأ عليها الملكان المعوذتين، فكانت في كل آية تحل عقدة حتى حلت العقد بالكامل. وشوف يا رسول صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام كأنه بعير نشط من عقال، يعني كأن الجمل اللي فكيته بقى له محبوس أيام، كأنه مفيش أي حاجة. فالمعوذتين تقرأ جدا، تقرأ صباحا ومساء، لأنها من أعظم ما نزل في القرآن. وإذا قرأت المعوذتين صباحا ومساء لم يضرك شيء في الصباح حتى تمسي، وإذا قرأت المساء شيء من عين أو شيطان حتى تصبح. طبعا قل هو الله أحد تقرأ ثلاثا أيضا صباحا ومساء. ناهيك عن فضل قل هو الله أحد، أنا تكلمت في لقاءات سابقة عنها، قلت إن الإنسان إذا قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر، فقال إذا إذا قرأها 20 مرة بنى الله له بيتين أو قصرين في الجنة، وإذا قرأها 30 مرة بنى الله له 3 قصور. فقال عمر رضي الله عنه إذا يكثر رسول الله، قال الله أكثر وأطيب. قلت أن القصر في الجنة قصر النبي والشهيد به 5000 غرفة، قصر النبي والشهيد به 5000 غرفة. وقلت أن الخيمة في الجنة تكون 60 ميلا طولا تكون 60 ميلا طولا في 60 ميلا عرضا، 60 ميل في 60 ميل ده الخيمة. لقلنا أن الغرفة في القصر تكون بنفس المساحة، يبقى اضرب 60 ميل في 60 ميل 3600 ميل في 5000. أنا حسبتها قبل كده، اتضح أن القصر ستصل مساحته إلى 4 ملايين أو 5 ملايين من الأميال، يعني القصر مساحته تكون أكثر من 7 أضعاف أو 8 أضعاف جمهورية مصر العربية. فقط تقرأه، تبنيه بأن تقرأ قل هو الله أحد 10 مرات، تحصل على مساحة، على قصر مساحته قد مساحة مصر 7 أو 8 أو 10 أضعاف. ناهيك عن ما في القصر من المتعة أو ملحقات هذا القصر. أولا القصر أهل الدرجات العلى يكون به 70,000 خادم من الولدان المخلدون، قصر الدرجات الأدنى يكون به 10,000 خادم من الولدان المخلدون. يبقى إذا الإنسان لما تقرأ قل الله أحد 10 مرات يبنى الله لك سبحانه وتعالى قصرا في الجنة به 70,000 خادم من الولدان المخلدون، وما فيه من الحور العين ومن الجنان، جنة داخل القصر داخل القصر. يبقى إذا الإنسان يكثر، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يكثرون من قراءة هذه السورة. قلنا أن معاوية بن أمير الليثي عندما مات أنزل الله له 70,000 ملك ليصلون عليه، لأنه كان يكثر من هذه القراءة، يقرأها ليلا ونهارا حين يمسي وحين يصبح وحين وهو سائر في الطريق. فأنزل الله سبحانه وتعالى 70,000 ملك، وتغير حال الدنيا وحال الشمس حتى أصبحت ظاهرة مزدهرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأخي جبريل مزدهرة الشمس، يعني مزدهرة، فقال له أن الله أنزل 70,000 ملك ليصلوا على معاوية بن معاوية الليثي الذي كان في غزو بعد مئات الأميال من المدينة. فرفع الرسول جبريل بجناحه فراش معاوية بن معاوية الليثي، واصطف الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه الصحابة والملائكة، فصلوا على معاوية بن معاوية بقراءة هذه السورة العظيمة. يبقى إذا نكثر من قراءة سورة قل هو الله أحد، احنا قلنا 3 مرات الصبح و3 مرات ده الحد الأدنى، لكن إذا أكثرت قرأتها 10 أو 100 مرات فستبني قصورا كثيرة كل يوم، تبني 10 قصور، لو قرأتها 100 مرة تبني 10 قصور، 10 مرات بعد كل صلاة أو 20 مرة بعد كل صلاة 100 مرة، ستبني 10 قصور لقصر مساحة مصر 7 مرات، تزيد من وراثك في الجنة. دي قصة حلوة جدا. تاني حاجة خواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها منها من أعظم ما نزل في القرآن، وأن لها لسان وشفتين تحدثان بما عند العرش.
وما قرأت على مريض أو مجنون حتى مريض حتى يشفى ومريض حتى يفيق، وتحفظك بحفظ الله تعالى. ويقال كمان إن من الأشياء العظيمة في خواتيم سورة البقرة إن الإنسان إذا رآها كفتاه، فقال العلماء كفتاه السحر والعين وكفتاه قيام الليل، يعني هي سموم أمان للشخص الذي يتعود على قيام الليل أنه يقرأ خواتيم سورة البقرة. طبعا عارفين الثلاث آيات: لله ما في السماوات وما في الأرض، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلى آخر سورة البقرة. تكون سمام أمان ترى ميت الحصول قيام الحسن ومتعب ومش هيقدر يقوم الليل، يقرأ خواتيم سورة البقرة يعطيه الله سبحانه وتعالى قيام ليلة كاملة، غير يحفظه من الشيطان ويحفظه من العيب والسحر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها ان الستين تحدثان عند العرش. الذكر الرابع: اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد ملائكة حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله، لا اله الا انت، وان لا اله الا انت لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك. تقولها اربع مرات، تقولها اربع مرات. من قال هذا الذكر اربع مرات قد أدى شكر، يعني كل يوم من الشكر. فهذا ذكر برضه من الأذكار العظيمة: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وجميع ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقولها أربع مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت، فمن قالها فقد أدى شكر يومه. الذكر الخامس: قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. تقولها سبع مرات. من قالها في هذا اليوم إذا أصبح كفاه الله هم هذا اليوم حتى يمسي، وإذا قال يمسي كفاه الله نفس هذا اليوم أو هذه الليلة حتى تصبح. الأذكار العظيمة وهي هذه الآية هي نهاية سورة التوبة: قل حسبي الله لا إله هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. في الصباح تقول صلاة رب صلاة المغرب، قلتها كفاك الله سبحانه وتعالى هم هذا اليوم، أو هم كفاك الله سبحانه وتعالى هم هذا السماء. من الأذكار العظيمة: اللهم إني أسألك، ده من أذكار الصباح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في دنياي ودنيا، اللهم آمن عوراتي، اللهم آمن روعاتي، و اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والعفو والدنيا في العفو والعافية في الدين والدنيا، وأسألك العفو والعافية في دنياي وآخرتي وفي أهلي ومالي. اللهم آمن روعاتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أختال من تحتي. قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى يحفظك من كل سوء، ويحفظك من أن تصاب بخسف. خسف يعني الأرض تتفتح، الإنسان يقع في بلوعة، يقع في مطب، يقع في فالذكر ده إنسان يقوله بإذن الله هو خارج من بيته: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا في دنياي وآخرتي، يعني في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، العفو والعافية، العفو المغفرة والعافية من كل سوء، وفي أهلي ومالي، واللهم آمن روعاتي واستر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي أي من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أختل أي أن أصاب بخسف. الإنسان يحفظ هذا الذكر من الوقوع في مطب أو بلوعة أو أي شيء فتكسر قدمه وتكسر رجله. هذا من الأذكار التي أنا أوصي بها أن يقول لها هو راح وذهب إلى عمله. الأذكار العظيمة أيضا: بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الأرض ولا السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الأذكار العظيمة الذي إذا قالها الإنسان لا تضر حتى هذا اليوم، حمى حشرة عقرب. أقول لكم إن أحد العلماء لدخوا عقرب فسئل في ذلك فقال: نسيت أن أقول أذكار الصباح، نسيت أن أقول أذكار
غفل يوما واحدا عن هذه الأذكار، فسلط الله عليها عقرب غدوا، عالم العلماء إذا قعد عليها، فقال أن الله سبحانه وتعالى عاقبه على ترك هذه الأذكار. أنا نفسي سألت إنسان لقيته كان مصاب وكان رابط الدراع و كان بيعدي الشارع، فمررت معاه وعديته الشارع فسألته قلت له قلت أذكار الصباح اليوم؟ قال لي لا ما قلتهاش. انظروا الإنسان، هذه الأذكار هامة جدا، إذا أردت أن يحفظك الله سبحانه وتعالى بحفظه عليك أن تواظب الأذكار ولا تترك يوما واحدا، وإلا فلا تمنى لنفسك، أنت على خطر عظيم، مخترق. بسم الله، ذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تقولها ثلاثا، من قالها ثلاثا لم تصبه حمى ولم يضره شيء في هذا اليوم. الذكر الثامن، رضي الله ربا بالإسلام دينا ومحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يرضيه في هذا اليوم، كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يرضيه. الجزاء من جنس العمل، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم كما انت رضيت يرضيك الله سبحانه وتعالى، واذا رضاك الله سبحانه وتعالى كفاك السوء، لان سبحانه وتعالى مش هيرضيك وبعدين يوقعك في سوء او يوقعك في مطب او يوقعك من الاذكار العظيمه، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. طبعا اقل هذا الذكر اقوله 10 مرات صباحا و10 مرات حين تمسي، والأعظم أن تقوله 100 مرة كل يوم. من قاله 100 مرة كل يوم كانت له بعدل 10 رقاب، 10 رقاب من في رواية من 10 رقاب من ولد إسماعيل. طبعا أشرف الناس نسبا وحسبا هم بني هاشم، لأنهم من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، واللي هم جاء من نسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هم إلى يوم القيامة هم أشرف خلق الله إذا كانوا من اثنين بني هاشم من قريش، لذلك قد طلعوا 10 رقاب من ايه من ولد اسماعيل. تخيل معي خير في اخي في الله، لو انك اعتقت 10 عبيد من نسل بني هاشم كم يكون ثمن العبد اليوم؟ كان انسان عنده 10 عبيد من بني هاشم اعتقهم، لو قلنا العبد يبقى ثمنه كام؟ 10,000، 50,000، 100,000، يبقى كان انسان تصدق في هذا اليوم بمليون جنيه مثلا، او ثمن 10 عبيد من بني هاشم، وكانت له حرزا من الشيطان، وكان حتى يصبح يمسي، وكانت له حرزا ولم ياتي احد يوم القيامه باحسن مما جاء. شوف انظروا هذا، يبقى اذا هذا الذكر عظيم جدا. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تقولها 100 مره، ممكن تقسمها يعني بعد كل صلاه 20 مره، بحيث تاتي بها 100 مره خلال اليوم. ادناها 10 مرات في الصحراء في السماء في المساء، تترك حرزا من الشيطان، و العشر مرات تكون بعدل ايه؟ عتق رقبه. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال 100 مره تكون بعدل عتق 10 رقبه. سبحان الله وبحمده تقال 3 مرات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه كلمات علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لام المؤمنين جويريه عندما جاء اليها في روايه، او ام سلمه في روايه اخرى، كانت تسبح فقال لها ماذا تقولين؟ قالت له رسول الله أسبح. فقال لها لقد قلت ذكرا يعدل ويفوق ما قلته أنت في ساعة. فقال لها قولي سبحان الله وحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا من الأذكار العظيمة، تقال 3 إذا أصبح الإنسان و3 إذا أمسى. يا ريت نحافظ عليها في السجود، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تخيل معي سبحان الله كم عدد خلق الله سبحانه وتعالى، كم زنة عرش الله سبحانه وتعالى، شيء لا تحصى. فيكون سبحان الله بعدد هذه الأشياء، فيكون بعظم قدر ذات عدد الخلق. أستغفر الله وأتوب إليه، قال صباح 100 مرة، كان للرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة أو 100 مرة، فتقول أستغفر الله وأتوب إليه من 70 مرة ل 100. يستحسن أن تقول بعد كل صلاة عدد كهذا 50 مرة أو 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، مش بعد، مش في الصباح والمساء بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يستغفر الله سبحانه وتعالى 70 مرة أو 100 مرة في المجلس الواحد، أي بعد كل صلاة. الذكر اللي بعد كده، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وفي رواية من شر ما ترى أو خلق برأ، وسلام على نوح في العالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا قلته هذا لم يصبك سوء في هذا اليوم، وإذا نزلت منزلا حفظك الله سبحانه وتعالى حتى تترك هذا المنزل.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وفي رواية من شر ما ذر أو خلق أو بلع، وسلام نوح في الله. تقال 3 مرات أيضا في الصباح. هذه الأذكار تقول بإذن الله وأنا خارج من بيتك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيحفظك الله سبحانه وتعالى من شر الجن والإنس والجن. طبعا وأنت خارج من بيتك بسم الله، هذا ذكر هام جدا. أول ما تخرج من بيتك قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، يوكل الله لك سبحانه وتعالى. كان يقول لك هديت ووقيت وفيت ونحى عنك الشيطان، هديت ووقيت وكفيت، أي هداك الله سبحانه وتعالى سواء السبيل، ووقيت وقاك الله سبحانه وتعالى شر كل سوء، وكفاك الله سبحانه وتعالى أي شيء سبحانه وتعالى. يبقى سبحانه وتعالى وتنحى عنه الشيطان. انظروا هنا الشاهد هنا أن يتنحى عنك الشيطان. يبقى إذا كل إنسان منا ينتظره الشيطان على باب بيته حتى يسير معه ويغري به وعليه ويؤذيه. يبقى لما تخرج من بيتك لازم تقول هذا الذكر بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، توكل الله سبحانه وتعالى أن يقول لك هديت ووقيت وكفيت، ويتنحى عنك الشيطان يبعد عنك. يبقى إذا سلم عن الشيطان قل اللهم أعوذ بك أن أزل أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل لي. اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل لي. ثم تقول بعد كده بالأذكار العظيمة أيضا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن رب الصراط المستقيم. هذا ذكر أيضا من الأذكار العظيمة جدا. روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قيل له أن بيتك احترق، فقال لا بيتي لم يحترق. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني ذكرا لو قلته في الصباح لم يصبني سوء ولم تصبني مصيبة في هذا اليوم. فذهب إلى بيته فوجد البيت الذي بجانب بيته قد احترق، ولم يصب بيته شرارة. هذا الذكر من أعظم الأذكار، الإنسان يحفظها ويقولها وخارج من بيته يحفظها. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله أحاط بكل شيء علما. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وتقول أيضا، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي صدري نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعلني نورا يا أرحم الراحمين. فينور الله سبحانه وتعالى ما حولك. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي صدري نورا، وعن نورا، وفي معي نورا، وعن نور شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعلني نورا يا أرحم الراحمين. وتقول أيضا، اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي. اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وديني وأماناتي وخواتم أعمالي وكل ما أملك. فأنت كأنك استودعت الله سبحانه وتعالى كل شيء غالي عندك. اللهم إني أستودعك نفسي ومالي وأهلي وديني وأماناتي وخواتم أعمالي وكل ما أملك، فيحفظ الله سبحانه وتعالى كل هذه الأشياء. أن الإنسان إذا استودع الله سبحانه وتعالى شيئا لم يضيع سبحانه وتعالى. حتى قيل عن بعض العلماء، قيل جاء أثر عن أحد العارفين بالله سبحانه وتعالى أنه كان مسافرا، فكان زوجته حاملا، فقال رب اللهم إني أستودعك ما في بطن زوجتي، يعني كأنه يستودع الجنين التي في بطن زوجته لله سبحانه وتعالى. فعندما رجع إلى بيته بعد أو عندما رجع فعلم أن زوجته قد ماتت، فذهب إلى القبر فوجد أن الجنين أو الطفل الذي في بطن الزوجة ما زال حيا، يعني الزوجة ماتت لكن الجنين ما زال حيا. انظروا، لو أنه كان استودع الزوجة، ولا طبعا الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن انظروا
إذا استودع شيئا حفظ الله سبحانه وتعالى الجنين بهذا الدعاء، والأم ماتت وحفظ الله سبحانه وتعالى الجنين. من بيته يقول: اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وكل ما أملك وديني وأماناتي وخواتم أعمالي، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هذا وديني وأماناتي وخاتم. إذا تسأل الله سبحانه وتعالى أن تستودعه حسن الخاتمة، وتستودعه دينك وخواتم أعمالك، فيحفظ الله لك سبحانه وتعالى كل هذه الأشياء. ذكر آخر حبذه العلماء تقول: ما شاء، عندما تخرج من بيتك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتقول أيضا: وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. قالها موسى عليه السلام: وفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الفاء تفيد السرعة. قال العلماء: الإنسان إذا قال وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات، بالحقيقة الله سبحانه وتعالى سيئات ما يمكر بك من شياطين الإنس والجن. يبقى الإنسان برضو الأربع دول: ما شاء الله إذا خرج من بيته، لا قوة إلا بالله تحميك من العين، حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نجاة أمتي من الغرق ومن الكرب. تقولها ثم تقول: وفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد، فيقيق الله سبحانه وتعالى سيئات ما مكروا. دي الأذكار، أهم الأذكار التي انتقيتها لحضراتكم في الأذكار الصباح والمساء، يريد تواظبوا عليها وتحفظوها، لأنها الثواب العظيم، وهي التي تحفظكم بحفظ الله سبحانه وتعالى من كل سوء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.